احنا نواجه هون كثير مواجهات من الجيش وتسكيرات وبعطلوا علينا كثير اشياء. نيجي نطلع بفتشونا بردوش الا مرات نشلح وعينا نكون لابسين جوكيت لازم نشلحه، واحنا مش عارفين ايش نسوي. هاي الاشياء صارت كلها يعني جديدة، عارفين كثير كثير بسكروا علينا، التسكير علينا كثير. نطلع على المحسوب صار يوقفوك بدل 10 دقايق نص ساعة، بيشوفوك عربي بدهم يفتشوك، بينفتشوا السيارة وعلى راحتهم وعلى مزاجهم، وانزل واطلع. وبتعرف كيف يعني كل هاي الشغلات بالعمدة بيسووها، يعني انه بس انه يفهموك انه احنا بس احنا بدناش اياك، واطلعوا من هالبلد، روحوا من هالبلد.